مع الجنوبين كده لما روحهم طلاق. وفي النهاية هم متزوجين مع النوبة وتنكموا يعني كده اوريدي هم تنكموا نوبة. عرفت كلامي؟ زر زي التلفون ده يعني أفارق أما عبا جدا خام منهم. بس البي كله بخم الخيزان خمام صادق المهدي خمام منو خمام أي زول أي زول بجي بقلك شماته في البقارة كيف يعني؟ هسي التكاتك الشايلين بتاع دي هم حركات مسلحة ضد الحكومة. لو سألت أي واحد قاعد في كردفان ومين دار فارو ليه كام اسمه ما أعرف أفريقيا الوسطى ولا كامرون ولا بات إيفا وتشات هما ضد الحكومة إلا يمكن في تشات في معارضة شوية كده. لكن الناس اللي قاعدين في السودان وجابوه من برا ده جيب لي واحد كده ضد الحكومة جيبوا لي يقول لي سميه يقول لي فلان أنتوا بتسووا حركة مسلحة سموه حركة بتاعت عربية ولا بتيخ وضد الحكومة. ليه انتوا ما ضد الحكومه؟ انتوا مش سودانيين؟ ما عندكم حقوق؟ ماذا انتوا طالبوا بحقوقكم من الصحه والكهرباء والطرق والبتاع والامن والاستقرار؟ انتوا بس قطيع غنم ساكت بهايم كده بعد بوزو ارمرم قمامم وفسيخ ساكت ماشي ساكت؟ ما تاكلوا شويه؟ انت لو خشيت حجانه دي كلها بقاره. اي دول عسكري شايل له ساطور وشايل له ساطور وشايل له فرار تقول ماشي بطوق صمخ وشايل له سكين وشايل له بندقيه يعني بدقك وبجزر وبتاع. جزر الجنوبين ده ما خلوا فيهم نفاق النار. في النهايه الجنوبين انفصلوا. انت كبقاري كده مش الجنوب هناك والله تتركب والله ده ما تتكيف والله الجنوبين في نوق حي ها ما بدوروا نهايه ثاني. الجنوبين كفروا بالبقاره دي تتكلم كيف؟ وده مشكلتك انت، ده ما مشكلة الجنوبيين ولا مشكلة الدارفورين ولا مشكلة ده مشكلتك انت. سبب واحد يخليك تلقى ماتيمتي مافي، سبب واحد يخليك تلقى قطيع مافي، سبب واحد ترفض النوبة اللي انت قاعد معاهم مافي. انا مرتي نوباوي افتخر انت قاعد معاهم وقاعد مع النوبة ومتزوج منهم وجزء لا يتجزأ منهم وركبت في شفرة بتاعت أوروبا وفي النهاية قاعد معاهم هناك وبيستخدموه. اي طول اي نفايه بتاعت نفايات حكومه جات ملاي بتاعت حكومه بيستخدموا البقار اول ناس. اسي الرزيقات انت قاعد يقاتلوا؟ ما بيقاتلوا حبه منهم بس. الرزيقات السوداني ما قاعد يقاتلوا بيجيبوا رزيقات من تشاد مسكرين يخشوا بهم الحرب هم بلبسوا الضباط والقروش والامور طيبه. بيجيبوا رزيقات من هناك من النيجر يخشوا بهم الحرب. بيجيبوا البقاره بدهم رطب كده يخشوا بهم الحرب. في النهايه ما اختلفوا. خبطوا البني حسين وخبطوا الحمر وخبطوا السلامات منو ما خبطوا؟ اذا كان مشروع اوروبي ليش شنو يخبطوكم؟ المشكله شنو؟ ما انت براك تراجع نفسك براحه اقعد خليك من احمد. انت لو ما زول بهيمه وحيوان وزول مغفل ووهم وطيره وبزو وارمرم وفسيخ ساكت عباره عن زياد حموله في الارض يجي زلزال يخمك زي بتاع سوريا ده بتاع تركيا وسوريا ده افضل ذاته لانه انت اصلا ما نافع. فارتخي شويه خليك زول كده طب دارت تقول لي قال لنا هناك ملكان ده الجنوب لازم يخشوا بالبحايم هناك لانه هناك الرئيه فل والقش اخضر يعني الخريف ممكن الصيف 3 شهور بس. جنوب السودان ارض مخضره زي اوروبا 24 ساعه مخضره. فالجنوبيين عندهم طبعا المراره بتاع الزمان ذاك مراراتهم كده فايده بتاع الزمان اللي كان لانه منك انت راجع ويعيش مع الناس وحاول اقعد مع الناس حاول اعصر على قلبك جيب لك تلج كده كسره اربطه خطه هنا برد المحلات دي خليك بارد كده ما تفوره كده 24 ساعه تخسر انت. حس الجنوبين تخش الجنوب بيشيلوا البهايم بدقوه ممكن يشيلوا البنات وكده في مجرمين برضه في الجنوب مشكله بيه. فانت اللي بتخسر الان الحرب الجاي الجيش المجيش وجزء من الجيش ذاته الكيزان برضه جابوا الججاويد حسي غضبانين منهم لانه حميد تقدر يسيطر ناس اهل دارفور التعنيين الحركات المسلحه جات دخلت الجايه من ليبيا المواطنين اللي استلوا كلهم ضد منو؟ سؤال نحن كلنا سودانيين القاعدين هنا يمكن في تشادين بسيط هنا في اللايف ده الاغلبيه سودانيين كلنا كده القاعدين في اللايف هنا ده خلينا نسال نفسنا السلاح ده كله نحن شايلينه ضد منو؟ ده سؤال
ده سؤال. ناس جبال النوبة، الحركات المسلحة، أهل دارفور، الحركات والما حركات، والحركة الجديدة طلعت، وناس أبو رهب في غادي و و و والشماليين وبدا، ده كله شايلينه السلاح ده لمنو؟ سؤال. شايلينه للمزاليد بالتأكيد لا، للداجو لا، للفور لا، للزغاوة لا، للشمالين حتى أنفسهم لا، شايلينه لمنو؟ شايلينه لك أنت كريزيدي وكبقال عديل اخدت لك تاخ يعني ما اقضي عديل شايلين لك، لانه الدعم السريع ده انتوا دارين يفككوا الدعم السريع. الشعب السوداني حاسس الموضوع بتاع الكيزان والمحكمه الجنائيه الدوليه وبتاع ناس دارفور ذاته قاعدين يجيبوا في لسان قاعدين يجيبوا في اللايفات، خلينا ولا ما خلينا؟ خلينا عديل ذاته خلاص. مجرد ما عليك وشيب جا واهل دارفور شافوا انه المحكمه دي ذاته بلبس بدله وكرافته ما معروف ده زول مجرم مفروض هم مفتكرين كان الخواجات يجيبوه يخطوه في التلفزيون ويطبخوه طوالي. الله اكبر لما شافوه كده قال يا زول محكمه جنائيه بتاعت شويه يا زول كلام فارغ ساكت جينا وزاره من البشير قاعد يجيبوه الان كباش النطه والاساكر المقاه والزعلانين والرفضوم والبتاع والشمالين الزعلانين والاغتصابات التمت في الخرطوم وفضل اعتصام وبتاع ده كله كده اخد عليك تاخد الليله ناس مني وجبرين عديل كده. الكيزان بس هم زعلانين منهم، المواطنين زعلانين لانه شايفين ما في حاجه، ما في شغله، شغله زي بتاع جبرين وبتاع مني ومع الجنجبيل الامور كده ما بتمشي، ده بس الحته الزعلانين منه. لكن الان حسي الشمالي ما قدر يرفعوا السلاح لمني ولا لجبرين، لا 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 ولا للحركات المسلحه. بجي بقول معاهم يا جماعه الجنجبيل انتهى خلينا بوتين. لازم يكون في جيش واحد وطني قومي موحد، موضوع انتهى، ما في سبب فرفر. طيب خمسة قال انا ما ما احنا فتحنا الدعوه لزول عشان كده الناس اللي فاتوا لمصر. في واحد اخونا كتر خيره في لايف جاب امك الفات مصر طلب النجده من مصر يا هدى كشفوا له. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. قبيله اولاد راشد الجهيني قال الموجودين في السودان مشوا لابناء عمومتهم اللي موجودين في مصر بيطلبوا منهم العون وبيطلبوا منهم النصائح. الان المنطقه الوحيده المستهدفه او الموجوده العربي المستهدف فيها السودان تشهد وتبع لها النيجر وكل مناطق افريقيا اللي فيها يدعون. وما حصل في زنجبار من قبل ليس الناس بعيد يعني. فده المتوقع الان في السودان رغم ان الوجود يعني وجودنا الان قوي كما ذكرت لكم لكن مع هذا المخطط وحجم المخطط لا يسوى شيء. فنحن نتمنى انه بننبه اخواننا ينتبهوا لهذه القضيه ويقف مع اهله. فاتو اتجاه مصر هناك جنوب مصر فديل هو الرباطه قال نحن مهددين في السودان وتشاد. من المهددك؟ انت المهدد روحك. انت شلت السلاح ضد الاخرين. الليله خدت السلاح ما في زول بسالك ولا في زول بيجيك في محلك ولا في الدامره حقك ولا بيشتغل بيك. المجرمين منكم بس يتحاكموا. دفعت قال يا اخي انتوا ان احنا صح جاهزين لكن الكم وكميه المؤامره بالنسبه لنا نحن ما بنسوي حاجه. والله صدقت والله انا اكد انت صادق نسبه مليون في الميه. كيف قول لي في ناس ما فهموا صادق بانه رقمهم جاهزين لكن كميه بتاع الناس ها كزوغو كده كزغاوة وكمساليد وكإرنغ وكداجو وكنوبة وكشمالين المعنيين بالنسبة لهم انت معلقة سكر كبير من الموية باكلوك باكلوك. كلامه صحيح. انا ما اقدر اقول لك صدقت وانت كذوب، لا انت صادق هنا في المحل ده. قال رقمي انه نحن جاهزين ودارين تعني الميديا ده شفتوه يمكن مشير في الميديا. شفت اللبع ده كيف؟ اكلوه الفارات. انتوا فاراتكم دخلتوا نفسكم حسي تمرقوا حسي امرقوا حسي مرقوا نفسكم حسي مرقوا نفسكم. ما في زول اصلا مطاردكم. الف تشات يرجع تشات وفي السودان يقعد في السودان والموضوع انتهى. انت ماشي مصر ليه؟ تستندج بمصر لشنو؟ مالك ماله ما انت ما شفت المشاكل بين السعوديه والكويت مع المصريين كيف؟ داروا يطردوه. مصر دي كمان في زول بمشي لا انت ما ماشي هناك تاجر ولا هيدا قال ساعدونا. نكرر احمد الضي طبعا لسه ما لبعته انا ما لبعته ما ضربته لسه ما ضربته قال ندق لكم زياده لسه. شوف الكلب ده بقول شنو شوف الكلب ده. واعلم في التحدي ممكن يعني منكم يلقوا اذا كتب خطاب حميدتي اليوم بيلقوا الكلام ده
قدام رئيس الطرق الصوفية في السودان اللي هو من الشيخ الكباشي، خلاص الشيخ الخليفة اللي هو عبد الوهاب الكباشي، ومجموعة من المشايخ، مجموعة من الشباب وناس يعني كمية. طيب الخطاب ده اتكلم فيه محمد حمدان عن نقاط محددة، خلاص، واعلم فيها التحدي. وما قال شمس الدين كباشي، استحقروا جدا، قال لك كبشي فيه انت. طيب يا جماعة، شمس الدين كباشي مخدوع بانه جايبينه رئيس جمهورية، ومخدوع بانه الجيش ملتف وراه، وشمس الدين ممكن يشيلوه في لحظة بالمناسبة ينزلوه معاش. ده كان ما والله اسمع الكلام ده كويس يا نوبة، اسمع الكلام ده كويس يا نوبة، اخدت عليكم.